صحتك تاج راسك ليميسيون كل يوم على الحياة FM. على سلامتكم مستمعينا، تحية طيبة لكم وما يوصلكم صوتنا على 93 ولا برانشي معانا على السيت متاعنا الحياة.fm. صحتك تاج راسك ليميسيون، برنامج صحي متخصص في التوعية الصحية، نحاول نسلطوا الضوء على القضايا الصحية الراهنة. هدفنا في راديو الحياة كما تعرفوا مجتمع خالي من الأمراض، وخاصة كل ما يهم المجال الصحي، وأنه المواطن كيف يسمعنا يكون على دراية باللي قاعد يصير عليه. تقديم معلومة طبية تكون صحيحة هو من أولى أهدافنا. أهل الاختصاص في جل المجالات الطبية بيانسيوغ هما اللي يكونوا حاضرين معنا. واليوم في صحتك تاج راسك ليميسيون سبيسيال بسيكياتري، حاضرة معنا دكتور جيهان المناعي فايز، رئيسة قسم الصحة النفسية بالقيروان وطبيبة نفسية. مرحبا بك على راديو الحياة دكتور جيهان. مرحبا بك مريم، ومرحبا بكل مستمعين الحياة فايز. دونك برنامج صحتك تاج راسك خصصناه سبيسيال ليميسيون هيفي، خصصناه باش يكون سبيسيال بسيكياتري. اللي يسمع بسيكياتري يمشي في مخه تعريف خاص به هو بسيكياتري، c'est une maladie. دونك احنا اليوم نحبوا نعرفوهم اكثر شنية الصحة النفسية بصفه عامة، شنو هي مرض ماهيش مرض، تعريفها الشامل باش نعطيو المعلومة الصحيحة للمواطن اللي يسمع فينا. هي ديما فما لخبطة شوية كي نقولوا بسيكياتري، ديما المستمعين والعبد الكل ديما تقول بسيكياتري واحد انسان فقد عقله، انسان عنده مرض خايب دون لو سونس معناها ولا داخل بعضه. alors que هي ما نحبوش نقولوا بسيكياتري، مي سي لا سونتي مونتال. كي نحكيوا على السونتي مونتال هي الصحة النفسية بصفة عامة، واللي هي التعريف نتاعها حالة انسان في حالة صحية جيدة فيزيكمون معناها اورغانيكمون عاطفيا واجتماعيا. دونك الصحة النفسية ماهيش لابسونس معناها عدم وجود مرض نفسي فقط، بل الصحة النفسية هي اللي إنسان يكون في حالة جيدة كسوة في الأعضاء متاعه عضويا سوماتيكمون، وإلا في حالته العاطفية في أحاسيسه، ولا حتى في المجتمع. دونك الإنسان إذا كان الصحة النفسية متاعه تكون باهية وتكون إلي أون بون إتا، دونك ينجم يعني يواصل حياته بطريقة عادية، ينجم يتخطى المشاكل اللي أي إنسان يتعرض لها في حياته، ينجم يولي ينتج كسوة في الخدمة، كسوة مع علاقته في الدار، كسوة مع علاقته مع المجتمع. دونك الصحة النفسية هي الباز، العمود، الفوندمون بتاع الإنسان. الصحة العضوية مهمة جدا، يعني الإنسان يقول ما عنديش مرض عضوي هذيك في مخ العبد الكل أساس الحياة، لكن الصحة النفسية كي انجلوب تو، هي اللي تخبي تو لي ديتاي متاع الإنسان باش يكون اون بون ايتا دون سابو، باش ينجم ينسجم في هذا المجتمع، خاطر هو مش يعيش وحده الإنسان في كوميونيتي، ما ينجمش يعيش في كوميونيتي مادام الصحة النفسية كي انجلوب هذوما الكل تكون متقلقة شوية دون بارون دوتوي. دونك الصحة النفسية مرتبطة بالصحة الجسدية، ونلقاوهم معناها مع بعضهم يمشي وزوز، ما نقولوش راه احنا مثلا مريض وصحتي النفسية لاباس، دونك معناها كل توتيلي كله مربوط ببعضه، وسورتو الصحة النفسية على خاطر تأثر على كل شيء. إذا كان صحتك النفسية ماهيش أون بون إيتا، مش تلقى روحك أوتوماتيكمون ما تعطيش الغوندمون اللي تحب عليه، ما تعطيش الحاجة اللي تحب توصلها. حتى كان العضوية تكون لاباس، ساعات الصحة النفسية اللي هي نوع من الصحة الاجتماعية زادة، فك الغولاسيونيل في العلاقة مع العباد، معناها سا انجلوب بوكو تشوز. دونك الصحة النفسية مهمة جدا، ولعل حتى باغتو توا فما اهتمام كبير بالصحة النفسية، فما حتى دي مويان دي استراتيجي باش نحسنوا في الصحة النفسية متاع العباد الكل، خاطر هذيك هي العمود متاع الحياة ومتاع لا كونتينيتي دو لا في. دونك هذا تعريف الصحة النفسية اللي معناها شامل وكل يشمل النفسية متاع العبد بكل. لكن فما عبيد باغ اكزومبل تقول لك شنو هي الفرق بين بسيكياتري بين بسيكولوجي، اسكو انا معناها نمشي للبسيكياتري ولا نمشي للبسيكولوجي، كيفاش معناها ماذا بينا نعطيهم التعريف الصحيح باش يفهموا، خاطر فما عبيد ما تفرقلكش تحت كلمة بسي كلهم بسي معناها. دونك شنو هو الفرق بين هذوما زوز؟ نحن كنقولوا ساعة الصحة النفسية كيسك الانجلوب، الصحة النفسية هي معناها ما فماش مرض نفساني، وإلا
الانجلوب سي هي نحميه رواحنا باش ما نمرضوش باش ما ديناش مرض نفساني فيها لا بريفونسيون دو لا مالادي مونتال السونتي مونتال فيها زيدا التريتمون يا عبد الله لا يقدر يتقلق ولا عنده قلق نفساني ولا مرض نفساني فيه الدواء فما حاجة أخرى زيدا مهمة في السونتي مونتال سي لا ريادابتاسيون متاع العباد اللي عندهم القلق النفساني اش معناه ساعات شي واحد عنده مرض نفساني ويظل مرض نفساني انواع هما الامراض النفسيه والمرض النفساني قوي شويه لكن ما لوحوش هذاك لازمنا نعملوا طول المويا باش يتاقلم مع المجتمع نتاعو باش تتحسن الحاله النفسيه نتاعو ويرجع يخدم على روحه ويرجع لحياته العاديه وهذا بجهد مختلف الاطراف سواء الاطباء والاطراف الاجتماعيه والاخصائيين النفسيين نجموا نوصلوا للهدف هذايا منها تجي الفرق ما بين البسيكياتري الى البسيكولوجي البسيكياتري سي اون ديسيبلين ميديكال علم طب الطب النفسي اللي هي نحن عندنا الاختصاصات نتاع الطب الكل كيما طب العيون طب القلب طب الاطفال وفما طب النفساني معناها في الاختصاصات نتاع الطب عندنا الطب النفساني اللي نعملوا الاختصاص نتاعو والدور نتاع الطبيب النفساني هو تشخيص نوع المرض وبعد اختيار العلاج العلاج اللي ينجم يكون علاج بالأدوية وبالوسائل لو تريتمون بيولوجيك وينجم يكون العلاج بالحصص النفسية لا بسيكوثيرابي فما أنواع متاع بسيكوثيرابي هذا هي توسكي لا بسيكياتري لا بسيكولوجي سي ان ايتا دو بروسيسوس دو بسيشيزم سمعناها هي لا بسيكولوجي نوع من الفلسفه دايور معناها اون بارتي اون ديسيبلين دو لا فيلوزوفي لا بسيكولوجي مش تقرا معناها تولي انت قادر باش تفهم المشاعر نتاع غيرك وباش تفهم التحركات نتاعو لو كومبورتمون نتاعو رده الفعل نتاعو هذه لافير دو بسيكولوجي اي زملائنا وتحيه خاصه للبسيكولوج اللي موجودين في المجموعه نتاعها تحيه كبيره خاطر زاد يقوموا بعمل كبير ويظلي عندهم القدره باش يشوفوا ردات الفعل باش يفهموا توسكي يحسوها سورتو البسيكولوجي نتاع التربيه زاد تحيه برشا ليهم بسيكولوجي نتاع الصحه معناها لي بسيكولوج موجودين في بليزيور دومين وهما عندهم الكاباسيتي باش يشوفوا فماش اضطرابات فماش حاجات معينه وقتها هما يوجهوا الشخص هذاك للبسيكياتر بوغ فير لو دياغنوستيك ويشوف اسكو يستحق علاج والا يرجعوا للبسيكولوج اللي هو ينجم قادر على العلاج المعرفي والسلوكي ويحاول يعاونك الشخص هذاك اللي هو في وقتها في حاجه مش العلاج ما عند الطبيب النفساني ولكن العلاج ما عند الاخصائي النفساني هذه هي لا ديفيرونس دونك فما تحسها كونتينيتي معناها يتعاملوا مع بعضهم دونك معناها تولي تنجم تكون الاحاله من البسيكياتر للبسيكولوج بيان سور ونحن في العديد من الحالات كي نشخصوا نوع من المرض اللي نراوه اللي هو ما يستحقش علاج بالتريتمون والا بالعكس يستحق حصص عند البسيكولوج اللي هما يقوموا بدور كبير واللي هما كومبليمونتير للعمل نتاعنا والخدمه نتاعنا دونك الكل اكيد العمل المتكامل بينيتكم اللي باش نوصلوا ديما نرجع نقولوا باش نوصلوا للصحه النفسيه اللي لازم يكون عليها اي شخص قاعد يعيش على وجه الارض لازم يوصل للصحه النفسيه اللي لازم يكون عليها باش يعطي الغوندمون اللي يحب عليه باش يوصل للحاجه اللي يحب عليها البيوت الهدف من ناحيته شنو يحب يوصل دونك كله توتيلي اكيد احنا مازلنا مصين معهم المشوار تعرفنا على الصحه النفسيه وعرفناها حكينا زيد الفرق بين البسيكياتري والبسيكولوجي مازلنا زيد نحكيوا على كيفاش نعرفوا رواحنا دونك كيفاش نعرفوا رواحنا كيفاش نعرفوا رواحنا في صحه نفسيه جيده والا لا لكن اكيد مازلنا مصين مع ساده مستمعين المشوار على 93 نقول لكم خليكم برانشي معانا ما تبدوش الموجه وراجعينا صحتك تاج راسك ليميسيون كل يوم على الحياه اف ام تركيا راحتي النفسيه رجعنا معكم من جديد سيده مستمعين صحتك تاج راسك ليميسيون سبيسيال بسيكياتري مع الدكتوره جيهان مناعي فايز مواصلين في موضوعنا الصحه النفسيه حكينا على تعريف الصحه النفسيه الفرق بين البسيكياتري والبسيكولوجي مدام دكتور جيهان ومواصلين اكيد موضوعنا وقلنا مش نحكيو كيفاش نجمو نعرفوا رواحنا هل انه احنا في صحه نفسيه جيده والا لا
باش تعرف روحك في صحة نفسية جيدة ولا، فما ثلاثة حاجات جنرالمون نخدموا عليهم نحنا. أول حاجة قدرتك باش تحب الدنيا، سي لا كاباسيتي دي ميد لافي. إذا كان أنت تحس روحك تحب الدنيا، معناها هذيك علامة اللي أنت في حالة نفسية باهية وفي حالة نفسية متميزة. ثاني حاجة قدرتك على الصمود، لا ريزيليونس. العباد الكل تمر برشا مشاكل، وفي دنيتنا الكل ديما فما هكا شوية صعوبات، كسوة في الخدمة، كسوة في الحياة الشخصية، في الحياة العائلية. مش العباد الكل عندهم نفس الكاباسيتي باش يتعدوا المشاكل، قدرة التحمل. إذا كان عندك وصلت عندك قدرة متاع تحمل التجاوز متاعك الصعوبات هذيك، أعرف أني أنت في حالة نفسية باهية ممتازة. دونك هوني نحكيو على العوامل اللي تنجم تأثر في الحالة النفسية متاعك. نحكيو أون جينيرال كيفاش تعرف روحك في حالة نفسية باهية. إذا كان أنت تحس روحك تحب الدنيا، tu veux tu aimes la vie، معناها تحب الدنيا، تخرج للدنيا، تحب تعيش، تحب الحياة، تحب الخدمة، أكل إحساس بالحب راهو هذاك إحساس داخلي. كي تقوم الصباح تحب تمشي تخدم، تبدأ كمرتاحة، دونك هذيك علامة متاع حالتك النفسية باهية. الصمود، وحاجة الثالثة ليكيليبر، التوازن، عاملة توازن في حياتك. دونك كل حاجة تعطيها وقتها، مش تخدم برشا 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 حتى لين تتعب وتحس روحك مقصرة في حياتك الأخرى. لا، لازم الإنسان يعمل إيكيليبر في حياته ما بين الخدمة، مش من 8 تاع الصباح 8 تاع الليل يخدم. دونك ما برشا مش يعطي ديجا الروندمون تاعو لي يدخل في ان سول دومين، من بعد الونتيغ يحس روحو راهو تاعب. دونك ليكيليبر سي تري امبورطون عند العبد في مخو يعملو. ما يقولش ما عنديش وقت ولا ما نجمتش ما وصلتش لي. إذا كان تحب تعمل إكيليبر توصل تعمل إكيليبر وتنجح باش تعمل إكيليبر. دونك توازنوا على شوية نيفان. ولي كونسيكونس نتاعو إيفاليو الكونسيكونس باهيين على الآخر. دونك الإكيليبر، لا ريزيليونس والحب هما العلامات اللي الإنسان إذا كان الحالة الصحية نتاعو باهية يظل ناجح فيهم في الإدارة. دونك بهكا نعرفوا روحنا، إذا كان لقينا روحنا متوازنين، نحبوا الدنيا، نحبوا نعيشوا، نحبوا اللي قاعدين نعملوا فيه براتيكمون، التوازن كما قلنا. أما إيسكو هذوما لازمهم يتوفروا كثلاثة عوامل يكونوا هما الموجودين ثلاثة هذوما، وإلا عادي معناها تنجم تلقى واحدة منهم. ما فماش باغ إكزومبل، ما فماش موتيفاسيون، ما تحبش في الوقت هذاك، ما عينكش أنت باش تخدم، ما عينكش باش تمشي للبلاصة الفلانية. لكن نحن ما نحكيوش على ساعة اثنين ثلاثة، نحكي على دوغي دو طون. معناها الإنسان بارفوا ينجم نهار يقوم ما عينوشي، تعب مثلا ولا ميز حاجة على حاجة، هذاك ما نجموش نحكيو على سونتي مونتال خايبة ولا حالة نفسية خايبة. لا، نحكيو على اون دوغي معينة، جمعتين ثلاثة. وقت الانسان مثلا جمعتين ثلاثة يولي معاش عينه باش يخرج معاش عينه باش تنشوفوا العلامات. هذا اللي نسميه باغ اكزومبل ينجم معناها، ولو كان دخلنا معناها موضوع في موضوع الاكتئاب، هذا نوع معناها نوع. دونك هذيك بكيك تشخص الحالة نتاع الاكتئاب، لا دوغي معناها الوقت نتاع باش تقيم الحالة نتاعك زاد عندها دخل. نقول ساعات الانسان يمر بفترات حزن رياكسيونيل، تصير حاجة مش معناها عنده مرض نفساني ولا صحة نفسية متاعه خايبة. لا، احساس عادي، عادي. وبالعكس هكا وقتاش يعمل إكيليبر، يتغشش وقت اللي لازم يتغشش، يحزن وقت اللي لازم يحزن، ويخاف وقت اللي لازم يخاف، لكن يرجع للإيتا نورمال متاعه. هذه هي الإكيليبر اللي يعملو من العلامات متاع الصحة النفسية، إلي كابابل دو فيغ سيت إكيليبر باش يفرق ويعمل المراوحة بين التوازن في حياته، دونك بين الباهي والخايب. والرجعة متاعه زاد حتى إذا كان تعدى بالخايب ينجم يرجع كومون إل ريكوبيغ الحياة اللي هو فيها. دونك هذيك لا كاباسيتي للصمود justement يعمل الكليبر ويرجع للإتاد باز نتاعو ويحب الحياة. دونك براتيكمون نلقاوهم مترابطين ببعضهم، جوست معناها دوغي ما لازمهاش تكون اون كونتينيتي. إذا كان معناها فقدت حاجة منهم تكون على طول المدة، وقتها نوليو ندخلوا في عوامل أخرى باش نحدوا مرض من الأمراض الأخرين. دونك أكيد فما عوامل أخرى، باغ إكزومبل تنجم تكون عوامل خارجية، تنجم تكون عوامل داخلية في شخصيته هو وكل، تنجم تأثر على الصحة النفسية نتاعنا. كيفاش هذوما نجموا نحدوهم؟ كيفاش نجموا صنفوهم؟ وإلا معناها هو برشا حاجات في حياتنا تأثر على الصحة النفسية. كما نقول مثلا حد بدل أموره الاجتماعية فيسع فيسع، جاه بتتغ ساعات يجي ان ايفينمون دو لا في، ان ايفينمون تروماتيزون دو لا في، يبدل الانسان يكون يخمم في حاجه مش تبدل له حياته الكل ويولي في حاجه اخرى. فما حاجات في الخدمه يتعرض لهم العبد ويبدلوا له في حياته. فما
عنف يتسلط على عبدك، سواء عنف لفظي ولا مادي ولا حتى في وسط المجتمع، ينجم يقلق الصحة النفسية متاعو. فما برشا حاجات، فما ساعات نحكيو على الفيولانس كونتر لا فام، هكا العنف المسلط المرأة اللي عنده تأثير نفسي كبير برشا، واللي باغ كونسيكونس سورتو إذا كانت تكون معناها نقولوا مرأة متزوجة، ينجم يأثر حتى معناها من المرأة يأثر على العائلة ككل ديجا، كوسوسوا عنف زوجي ولا عنف في الخدمة ولا عنف في الكياس ولا عنف، ونراو فيهم برشا أنواع متاع عنف مسلطين. نحكي عنف على المرأة خاطر سي فريكون، يعني راهو فيهم كل، ينجم يأثر، وهذاك يأثر على الصحة النفسية بطريقة كبيرة برشا. راهو فما حاجات زادة في شخصية العبد، مثلا الفرق ما بين العبد والعبد هو البروفيل بسيكولوجيك والتري دو بيرسوناليتي، شخصيته. مش نفس ليفينمون باش يأثر فيا كيما يأثر فيك، خاطر تدخل عوامل أخرى تخليني أنا بوتيتغ نعديك المشكلة بلو فاسيل كو أنت. زادة الشخصية متاع العبد تنجم تأثر على الحالة الصحية متاعه. فما زادة العبد موجود وحده ولا في مجموعة، كيظلي العبد مش كيما يعيش وحده وإلا إيزولي، كيما في أن انتوراج وعنده عبيد قراب ليل وعنده أصحابه، نجمة ذيك تكون حالته النفسية حتى كي يصير أن إيفينمون يلقى روحه بيان انتوري أكثر من عبد وحده. دونك هذوما بوكو دو فاكتور اللي يأثروا على الحالة وعلى الصحة النفسية أون جينيرال. الإنسان خاطر ديما نقول ما يعيشش وحده، يعيش في مجتمع، والمجتمع هذاك متكون من بليزيوغ إليمون، برشا أطراف يتدخلوا. الأطراف هذوك كل واحد عنده علاقته، والإنسان بالبروفيل متاعه بشخصيته بالتكوين متاعه بالتربية متاعه بالإيفينمون اللي صاروا له في حياته الكل، هذه الكل ينجم يكونوا عوامل يأثروا على الصحة النفسية ويخليوا بالزامبل نوصلوا حتى الحاجة اسمها القلق النفسي ولا المرض النفسي اللي يستحق من بريز اون شارج سبيسيفيك. جوستومو دكتور، كي نحكيو على القلق النفسي نلاحظوا معناها لي نسبة كبيرة تاو بريسك براتيكمون اي واحد تحكي ما نقولك انا متقلق، انا ما لاليس، انا ما معينيش، انا ما نحبش نمشي، فمش نسب معناها، والاكيد كونها نسب ضعفت والا نزيدت معناها في العالم، فمش احصائيات تعطي الارقام هذه. هي المنظمة العالمية للصحة سولون لواميس أعطت رقم، قالت من 20-25% دو لا بوبولاسيون جينيرال فما عباد عندهم قلق نفساني. الشيفغ اللي عندنا مثلا في البلدان الأوروبية عندنا بريسك عبد على 4 ينجم يكون عنده قلق نفساني. فما 33.4 مليون شخص عنده حالة اكتئاب كبيرة، ديبرسيون سيفير، معناها الأمراض النفسية راي موجودة تتزايد وقاعدة تتزايد على خاطر فما ظروف معينة تخليها تتزايد، ونمط الحياة ديجا اللي عايشين فيه، ممكن لوروب عليه عندهم هما مود دو في معين قاعدين يعيشوا فيها، ماهوش كيما احنا ممكن عندنا كل ستيل اللي نمشيو لبعضنا، فما تقارب فما تعب، هما لا تحسوا معناها المود دو في هي تفرض عليهم هكاك، ممكن هذيك علاش كي تقول معناها عبد على 4 ديجا نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. وهبش نقول لك شنو المشكلة، مثلا نحن ما عندناش ارقام هكا فلاغرونت كيما هكاك، خاطر مش العباد الكل يمشيو الكونسولت، مش العباد الكل تلوج على العلاج. حتى اللي عنده قلق نفساني مالوغوزمون من لونتوراج نتاعو ما يشجعوش، مالوغوزمون يبدا يقولوا له لا مش تمشي للطبيب نفساني، فوق عليك للطبيب نفساني. جوستومون العقليه، هوني نحكيو على العقليه، وهذاك علاش نحن ماذا بينا نعملوا حملات توعيه سنسيبيليزاسيون للعباد اللي راهو مش وعار ومش مشكل واحد تصيلو قلق نفسي ولا الى بزوان دو كونسولتي باش ياخذ راي نتاع طبيب نفسي باش يقيم حالته النفسيه، خاطر لو روتونتيسمون نتاع القلق النفسي راهو ياثر على المجموعه، على العائله الكل وعلى لونتوراج الكل. معناها مش عار واحد عنده قلق نفسي، الكل نمر بقلق نفسي بيان سور، الانسان فترات ولا كل واحد وشخصيته، كل واحد وطريقة التعبير متاعه. ما نوصلوش للمرض النفسي، راهو المرض النفسي هذيك مرض، اما حتى القلق النفسي والسونتي مونتال كي تتقلق راهو تاثر برشا. جوستومون الصحه النفسيه جزء لا يتجزا من الصحه، اكيد احنا مازلنا مواصلين المشوار وحديثنا على الصحه النفسيه، خليكم برانشي على 93، مازلنا مواصلين معكم المشوار، خليكم برانشي. صحتك تاج راسك، ليميسيون كل يوم على الحياه FM.
مواصلين معكم مشوارنا في صحتك تاج راسك لميسيون سبيسيال بسيكياتري مع دكتور جيهان مناعي فايز طبيبة نفسانية. موضوعنا الصحة النفسية. دكتور جيهان كما حكينا قبيلة حكينا على الإحصائيات على القلق اللي مس تقريبا العالم الكل. إحصائيات كبيرة دي ستاتيستيك بالحق شوكونت كي تسمع دونك براتيكمون حتى بالعبيد الدرجة وكلام العبيد يقول لك سي بون معناها مستريس اللي عايشين والمود دو في اللي عايشين هاولينا معناها نعيشوا في مجتمع مريض براتيكمون. هذه كلمة الدرجة متاع الناس اللي معناها هو قلق نفسي نجم نتجاوزوه بحاجات معينة. هي كلمة مريض ما نحبوش حتى أنا ما نقولش عندك مرض نفسي دي ما نقول شوية قلق نفسي جسمه هذا اللي عرفني شوي. أحنا من لوق حاطينك قلق ما هوش مرض قلق نفسي اللي من بعد ينجم يتطور يولي مرض نفسي خاطر باش نقولوا سي عندك المرض النفسي لازم فما دي كريتير وفما وقت وفما غوتونتيسمون وكل. أما الإنسان ينجم يمر بشوية قلق نفسي هكا نفسيته متقلقة يستحق وقتها يعمل حاجات حتى وحده في الدار حتى مع المجموعة باش يخرج من القلق النفسي والكلنا ديما نقول نمروا بالفترة القلق النفسي. كيفاش نجموا معناها العوامل ولا العوارض اللي تجي العبد اللي تخلينا نقولوا هذيك متقلق نفسانيا هذيك يتطور متقلق يتطور حتى المرض النفسي مثلا فما حاجات علامات نحن بينا نسهلوهم للباسيون باش نشوفوا نعملوا نحاولوا نعملوا دياغنوستيك كيما نقولوا له مثلا في الماكلة اسكو فما عباد يوليو ياكلوا أكثر من اللازم كيما عباد ما عادش ياكلوا برشا فما في النوم زادا يولي يرقد برشا جابد روحه للنوم كيما يولي ما عادش ينجم يرقد بالكل النوم يطير عليه الأرق فما الأحاسيس فما الإنسان يولي يحس روحه يحس بالحزن يحس روحه مكتئب يحس روحه خايف الحزن هذايا ديما معاه وديما كي نقولوا القلق راهو الديوغي عندها وقت معناها مش انسان مثلا صارت له ازمه ولا صارت له حاجه في حياته ولا حزين هذاك مرض نفساني لا نجم القلق النفساني وقتها شويه قلق نفساني رياكسيونيل وما يولي مرض الا ما الديوغي تولي عنده دونك المده الزمنيه دو سيمين جينيرالمون اذا كان جمعتين في حالات الخوف والقلق تعدى جمعتين وقتها نخافوا ليولي ياثر بطريقه كبيره يولي له معناها اون مالادي مرض فما عباد يوليو يحسوا بالعجز عاجزين باش يعملوا حتى شيء لانكاباسيتي يحس روحه غير قادر قلت مضروب على يديا ما نجم نعمل حتى شيء يحس روحه انيبي معناها مكبل ما ينجم معناها ما ينجمش يواصل حياته بطريقه عاديه فما عباد مثلا يجيهم دي كوشمار يوليو برشا دي زيفينمون يتعاودوا له في مخه برشا مرات النهار الاول والثاني والثالث حتى يولي ياثر على النوم نتاعو وما يرقدش بالكل فما عباد يحس روحه خايف في اي بلاصه يمشي لها خايف حتى يخاف من غيره يخاف كي يغزل العبد يحس روحه بالخوف هذوما من العلامات نتاع بدايه القلق النفسي فما من العلامات زاد نتاع القلق النفسي فما عباد يوليو يسمع في اصوات مثلا يوليو يسمع ويران في خيالات نوع من الهلواس يولي ديما يجي يقول لك انه درا فما وسواس في مخي فما شكون يتكلم فيا كاريمون فما شكون يتكلم فيا وعباد تحس كاني فما حد اخر معاهم يسمع في اصوات يرى في خيالات هذوك من علامات القلق النفسي معناها انا نذكر في مختلف معناها العلامات تاع القلق النفسي باش نوعي العباد ونرشدهم راهو هذاك الكل نجمو نوصلوا للعلاج راه هذا نجمو مثلا نكونوا كثيفه وقائيه ندركوها قبل ما نوصلوا معناها تكون المده باغ اكزومبل طويله هل انه معناها الانترفونسيون تكون من الاشخاص المحيطين به وما ينجموا يثقوا به راه هو مش يدخل في الحاله هذيك وحاله القلق النفسي اللي تكون حاده اللي مش تتطلب علاج وباش يكون يولي مريض تقريبا معناها بالاشياء هذوك والا هو ينجم يلاحظ على روحه ينجم يمشي باغ اكزومبل في الحاله هذيا كيما حكينا قبيل حكينا على بسيكياتر وبسيكولوج في الحاله هذه معناها هو شكون يتوجه من الاول معناها تكون مش يتحدث مع البسيكولوج كيما قلنا من الاول والا ديريكتومون معناها باش يمشي للبسيكياتر نتاعو وين يكون التوجه نتاعو حتى العائله اللي يسمع فينا اللي يلاحظوا حتى على الحد من العائله نتاعهم من افراد العائله نتاعهم كيفاش تكون التعامل معه. الحقيقه انا كطبيبه نفسيه ديما نقول اذا كان لاحظنا شويه قلق نفسي ولا اذا كان لاحظنا تصرفات مش عاديه ولا لاحظنا انسان جابد روحه والكل ديما انا جو بريفير اون في لو ديغنوستيك اكزاكت نعمل التشخيص الصحيح
بالوسائل اللي عندنا الكل، ومن بعد التشخيص انت والعلامات الموجودين كوسوا مش يستحقوا علاج بالدواء ولا يستحقوا اون بريزون شارج بسيكولوجيك ولا يستحق شويه من لونتوراج. ساعات فما ان ايفينمون يصير، حاجه تصير في العائله، انا شيك سكولير نقول لك مثلا انسان ما ينجحش مثلا ما ينجحش في الباك، مش تكون عنده تاثير كبير على الطفل هذاك اللي ما نجحش واللي تعب عام كامل وتقلق. هو لو فاتكم مش يتقلق حاجه عاديه راهو معناها وحاجه نتوقعوها، اما وقتاش تولي مش عاديه؟ اذا كان مش يعدي اكثر من 15 يوم وهو مسكر على روحه، هو يبكي، يحس روحه ما عادش ينجم، يحس روحه انكابابل، يحس روحه اقل من العباد الاخرين، وقتها نخافوا لا يدخل في حاله مرضيه، وقتها لازم الحقيقه يتشخص ويعمل الدياغنوستيك الصحيح ونقرروا وقتها سلون لي تيرم اللي عندنا شنو اللي لازم يعمل باش نحميوه باش ما تزيدش تعكر الحاله نتاعو. خاطر ديما قد ما نشخصوا بكري قد ما نداويو اكثر وقد ما يكونش عندنا دي زيفي اخطر ودي كونسيكونس بلو نيفاست. دونك نبداو نفهموا نحنا القلق وقتها اون سوريونت من بعد اون ديسيدي. تفاصيل بسيطه ديجا تفرق، معناها يا اما مش تمنع يا اما مش يتيح في الحاله هذيك، ومربوط الكل معناها بالمحيطين بيك، هما حتى ينجموا هما يلاحظوا اذا كان انت معناها دخلت في الايطاليك، هما ينجموا يلاحظوا هما ينجموا يمنعوا شنو ينجموا يمنعوا. علاش انا قلت لك فرق ما بين واحد اذا اللي اونتوري بعباد واعيين وفاهمين وعباد مش واعيين مش فاهمين وديما خايفين، ساعات يحميوا الشخص يحميوه بطريقه غلطه. لا فكرني ما نمشيوش ما نكلموش يخليها على روحه باش تدخل في دومين البسيكياتري والكل فك علينا الوغ صدقني، وما بتتق يحميوه بطريقه غلطه قاعدين يعكروا في الحاله نتاعو ما همش قاعدين يحسنوا. وهذاك علاش نحن ديما اون في لا سونسيبيليزاسيون نوعيو العباد، بالعكس اللي تحبه خاف عليه معناها. دونك اكيد احنا معناها الصحه النفسيه جزء لا يتجزا، ديما نقولوا من الصحه نتاعنا، راهو الصحه النفسيه هي مهمه برشا فيكو تاثر على بدنك. ساعات يقول لك انا مش مرتاح مش عارف شبيني، وهو تكون صحته النفسيه هي يقول لك راني تاعب راني ما نجمش نقوم. هو هذيك الكل كي تمشي تشخص الحاله نتاعو الجسديه ما تلقاش عنده امراض، باغ كونتخ الصحه النفسيه وحالته النفسيه هي اللي مأثره ديجا عليه. دونك من المنبر هذا دكتور جهين نخلي لك كلمه الختام بيسك الوقت ضغطنا، احنا كنا باش نحكيو على القلق في زمن الكورونا كي باش نحكيو عليه في الحصه القادمه. دونك نخلي لك كلمه الختام اللي توجهها للزوديتور نتاعنا على 90 3، شنو هو تنصحهم على صحتهم النفسيه؟ هو لي كونديسيون اللي نعيشوا فيهم سي فري اثروا على العباد برشا، والوضعيه الصحيه والوباء ان شاء الله ربي يحمينا ويهز علينا هالوباء اللي خاطر عنده الحقيقه تاثير كبير حتى على الكومبورتمون على تصرفات المجتمع الكل. دونك انا نحبهم يحافظوا على رواحهم عضويا من الوباء ونفسانيا. الانسان يمر بفترات ضغط لكن كي ظل عنده ثقه في روحه كي ظل عنده معناها يحب الدنيا ويحب خدمته ويحب المجتمع، راهو نجموا نتغلبوا على المصاعب الكل شويه ايمان وبرشا حب، وان شاء الله ربي يحمينا العباد الكل. أكيد ميرسي بوكو ليك دكتور جهين مناعي فايز رئيس قسم الصحة النفسية بالقيروان وطبيبة نفسية. إكيب كاملة أمنت لكم لليوم صحتك تجراسك لميسيون سبيسيال بسيكياتري. مالي منصوري كوتي ميكرو، أمل الفيروس في الإخراج التقني الحسن، محمد قدح في الديجيتال. من الوقت نتمنى لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا في لمين. باي باي. صحتك تجراسك لميسيون كل يوم على الحياة FM.